مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا سوبر كيدز. النهارده هنبتدي بفقرتنا اللي ابتدينا بيها الحلقه اللي فاتت وهي فقره حوار مع كبار. وزي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان في فقره حوار مع كبار بنتيح الظهور للضيوف بيكلمونا في مجالات كتير زي الفن والسياسه، لكن النهارده هيكون معانا ضيفه مختلفه شويه وهي معالجه روحانيه بالقران الكريم. هتكون منورانا النهارده استاذه مروه رأفت، اهلا بيكي. اهلا بيكي هبتي، اهلا بيكي. في البدايه عاوزه تعرفينا الاول بنفسك للمشاهدين اللي بيشوفونا. حدثنا الاول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، عليه ونقول افضل الصلاه والسلام. الا محمد. عرفينا بقى. انا مروه رأفت مهران، معالجه روحانيه بالقران، واخده كورسات من الشيخ مهدي اليمني. ربنا اداني قدره ان اقدر اعالج من المس والحسد والسحر، يعني ان اقدر اي بني ادم في اذى زي كده اقدر اقرا عليه واحوش منه على طول الاذى ده. طب قبل ما ندخل بقى ونبدا اسئلتنا، انت قلت لي دلوقتي ربنا اداني القدره، طب انت اكتشفتي الموضوع ده عندك؟ يعني بسمع كتير ناس تقول لك انا عندي شفافيه من عند ربنا، هل الكلام ده بعد صحيح؟ انا قلت قبل كده في حلقات بتاعتي، جات لي اذى، قعدت 10 سنين اتعالج من اذى، كانت في سحر عين ما تعرفيش كان في ايه، فلفيت على الشيوخ وكان طبعا في الدجالين والنصابين، فالموضوع ده بيبقى ما تعرفيش انا واحد فيهم اللي بيعالجك صح، فاتاذيت وتعبت. فبعد فترة عالجني الشيخ اللي خدت عنده الكورسات دوت، وحد كويس يعني، بس هو مش دلوقتي هنا في بره مصر، فقال لي ان شاء الله لما تخفي تبقي كويسة هيجي لك ان شاء الله حاجة كويسة، ما تقوليش دي منين او ازاي وتعالجي بيه. وعدى شهر 2 3 سنة لغاية ما لقيت الحاجة دي جوايا. اي حد في محسود ببقى حاسة، اي حد فيه سحر ببقى حاساه فيه ايه، ويتقري على ايات ايه معينه، فما كنتش عارفه اتعامل ازاي مع الموضوع يعني ده. موضوع الشفافيه ده صحيح؟ عندي لا بجد، يعني ببقى، طيب انت في يعني المجال ساعات ده بيجيني ناس ممكن ما تكونش فيها اي حاجات من دي، تبقى مرضيه نفسيه، يبقى مرض نفسي، صح فبتروح فعلا. فبقول لهم السؤال لا ده معانا برضو. ده، لاني بقول لهم لا ده مرض نفسي، روح دكتور نفساني. طيب عاوز اعرف منك، انت قلتي لي بقالك كام سنه في المجال ده؟ بقالي حوالي 7 سنين. 7 سنين. في طيب العلاج. طبعا من وقع الخبره الكبيره بتاعتك تقدري، يعني احنا الفقره جديده على البرنامج عندنا، فالفقره كويسه واحنا عاوزين ده يظهر للناس وناس كتير تعرف معلومات عن ازاي نفرق ما بين المعالج بالقران الكريم تمام وما بين الدجال. تمام صح. في ناس كتير بتقول لك انا معالج لان انا بالقران اتاذيت في الكريم. الموضوع ده، لان بالظبط. كانت كمان في حاجات اسمها تحرشات دجالين، يبقى واحد يقول لك سيبي بنتك عشان اعالجها لك وتطلعي بعد اذنك بره، ما ينفعش، يبقى ده دجال. ما ينفعش تحط ايده على واحده ست ما ينفعش. بيعالج، يعالج من بعيد، انا رجاله مش بعالج. لو اضطريت في سحر مزدوج او في اذى فيه بخليه يقعد مع مراته ومعاهم محرم وببقى من بعيد للرجل، لكن لو ست بحط ايدي عادي وارقيها، لكن ما ينفعش راجل يعالج ست يحط ايدي كده بالطريقه طيب دي. دي نقطة، ايه دي تاني؟ نقطه. تاني حاجه، ما نسيبهاش لوحديها مع الشيخ اللي بيعالج، سواء بنتك او مراتك ما ينفعش نسيبها لوحديها، تبقى قاعده معاها مامتها، قاعد معاها جوزها وبيعالج، وكله يبقى قاعد، تبقى متغطيه مش مكشوفه. طيب هل ممكن حد يقول مثلا انا معالج بالقران الكريم؟ هو طبعا العلاج بالقران الكريم فبيستخدم القران الكريم تمام. في العلاج، هل ممكن حد يدعي ده ويقول انا بعالج بالقران الكريم هو تلاقيه كتير والشخص اللي قدامه ما يعرفش؟ كتير بيعالجوا كتير. بطرق تاني، في طرق زي اللي بيقولك ولع شمعة، تعال نولع شمعة بعضينا، بيقرأ تعوذات، وفي بيقرأ بالمزامير، وفي اللي بيقرأ مثلا يقولك زيت معين يتعالج بيه ويقرأ كذا على آيات معينة على زيت وتحط على الجسم على كويس ان طول. احنا ده بنوضح كل وموضوع للمشاهدين. ان في جلب مثلا الكتف، في جلب مطلقة مثلا في 5 دقائق، طيب الجلب ده سحر. سحر، احنا ندخل على الخفيف وبعدين نيجي على طيب السحر. تمام. الحسد، عرفيني الحسد ايه تأثيره على الانسان حسد، وازاي الانسان يعرف انه محسود اصلا؟ الحسد بقى منتشر، ان بقى في حقد من البني ادم للبني ادم اخوه، ما بقاش في حب زي الاول، قلة الايمان بقى هو اللي عمل ده كله. قلة الإيمان. بس في ناس، يعني أنا مثلا ممكن يبقى معايا حاجة مش مع حد تاني، الحد ده يحسدني وأنا ايوه، ما بقولك بقى قلة ايمان فيه، في اللي هو قلة إيمان. الحاسد. بس أنا سمعت قبل كده مش فيكي. دكتور مش متذكرة اسمها قالت إن الحسد ده عبارة عن زي قوة كهرومغناطيسية بتدخل مش عارفة من النظر للنظر ما في فرق بين، وأشعة. بص، في فرق بين الحسد والعين والنظرة، فرق بين دول، فرق بين الحسد الحسد والعين. والعين والنظرة. الحسد شخص حسدك خلاص، النظرة دي بتبقى نظرة شيطان، نظرة قرينك، أي حد ليه قرين، فقرينك ممكن يكون وحش معاكي، فأنت غصب عنك أنت بتحبي شخص معين فنجح فبقى كويس ودنيا، فقرينك حسده، أنت مش قصدك، ممكن تحسدي ابنك،
نجح السنه دي وبقى جايب تفوق اكتر من اخواته كلهم او اكتر من صحابه، فتحسديه وانتي مش قصدك. فالولد بتلاقيه بيسقط، تلاقيه مش بيفكر حلو في المذاكره، تلاقيه ما بيركزش في الكلام او يعني المذاكره. كل النقط دي ممكن يكون سببها حسد. حسد، وممكن سحر، ممكن حسد يموت بني ادم اقوى من السحر. عين تمسك في بني ادم تمرضه. يعني زي ما بيقولوا الحسد يدخل الرجل القبر والجمل القدر. يعني لو ان رجل اللي هو مثلا مرض وتعب دوت بيخش القبر خلاص، لكن لو جمل او اي طير اتحسد بيقعد يمرض فيضطر صاحبه يذبحه، ربنا محلل كده، يذبح ويستوي. طيب في علامات بتوضح ان الشخص، يعني مثلا زمان يعني اجدادنا كان يقول لك فلانه بتتاوب كتير دي حسد، محسوده، صح، تمام. ايه بقى العلامات اللي تقول ان الشخص ده محسود؟ مثلا هتلاقيه نمل في بيتك كتير، حشرات، نمل. تحسي ان واحده دخلت عندك بعديها البيت بقى مليان نمل وفي حشرات فيه، اتحسد. فالنمل ده يدل على ان انت محسوده. التوب كتير، ان انت محسوده. تتوب اكتر وقت وانت بتصلي او وقت وانت بتقري القران، انا عماله التوبه التوبه، اكيد بيحصل مع اي حد، ده بيبقى محسود. فالشيطان بيخرج منك على طول مع الحسد. اما بتقري القران الشيطان يخرج على طول يعني علاجه بالقرآن بالقران. بس. طيب قولي لي، في مثلا يقولك عايزين نقرا على المية دي، دي محسودة، دي في زي ما لا قلتي في بصي، فرق ما بين النظرة والحسد، في ناس تقولك ده محسود وده منظور والكلام ده كله، هل ده علاجه بالمية زي ما بيقولوا نقرا عليها لا القرآن بس وبس؟ نقرا الاول المعوذات والفاتحه، ايه الكرسي، وقل والله احد 3 مرات، قل اعوذ برب الفلق 3 مرات، قل اعوذ برب الناس 3 مرات، ايه الكرسي، ويتمسح الراس، وجيبي كوبايه ميه تقري عليها بعدين ويتشرب منها المحسود. وكمان في حاجه، كان النبي عليه الصلاه والسلام كان عليه تملي، الصلاة يقول لنا كده والسلام. زمان لما كان حد يتحسد في الصحابه يجيبوا اللي محسود دوت يقعد، واللي حسده يجيبوه يتوضا في اناء وتوضيه كامله طب ويخلي بيعرفوا اللي المحسود، حسده ازاي؟ بيبقى عارفين مثلا عارفين فلان مثلا قالوا حسدني او فلان فلان او قالوا فلان شافني قال لي انت حلو النهارده او انت قرات كتير او انت بقيت كويس، فبيروحوا جايبينه هاتوه يتوضى في اناء ويغتسل بين المحسود ويرميه ورا ده. يعني معنى كده انت قلت لي جملة، قلت لي ان الشخص اللي بيحسد، الشخص الحاسد ده ايمانه مش قوي، لا يعني ممكن يكون بيصلي وكل ويعبد ربنا حاجه، وعارف كل حاجة بس بس ده في غصب دي عنه. جواه ممكن تحسد ابنها. يا نهار ابيض، فتملي نقول ايه اما نلاقي حاجه، اي حاجه حلوه، زهرية ورد، ولد عسول حلو كده، ما شاء الله، حد متفوق، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي عليه بسم الصلاة الله ما شاء والسلام. الله، بسم الله ما شاء الله، على طول. طيب هندخل بقى على الطاقة السلبية. تمام. الطاقة السلبية دي عاملة مشاكل كتير جدا في البيوت المغاربة كتير، بيسموها طاقة سلبية. والملابس مش عارفة ممكن يجي ليها طاقة سلبية والبيت فيه طاقة سلبية. عرفيني الناس تعمل الطاقة ايه او ايه السلبية اللي دي بيجيب اللي الطاقة هي السلبية؟ الجن، الجن. إن يبقى موجود في البيت. بصي، أي بيت فيه عمار، سكان في البيت، عمار قبلنا ساكنين موجودين، فحلوين بيكي وحشين بيكي. حلوين بيكي ازاي؟ ان مثلا انت بتصلي وبتشغلي قران ومولعه بخور عطر حلو، بتحطي مثلا برفانات حلو، بتحطي مسك، بيتك مرتب ونظيف، عمار كويسين وبيسمعوا القران معاكي. عشان كده لما اقول لك اما تسيبي البيت وما تخشي البيت قصدي تفتحي ترمي السلام، لان بيردوا عليك السلام عمار البيت دول موجودين. فالمفروض انت تقولي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وانت برضو تردي بقيه السلام بتاعك، لان هم موجودين بيرد عليك السلام. فاهماني؟ فالمفروض احنا معلومات أول مرة أعرفها، يعني تقريبا لا ده مفيش حد موضوع بيعملها كبير، غير قليل جدا أكيد ما اللي فيش عارف. حد، لا عشان كده احنا طالعين عشان نتكلم ونعرف الناس بالظبط. ان في حاجه زي كده. تيجي بقى واحده تاني مهمله في بيتها وكسلانه، ما بتشغلش قران، وفحشاء كتير في البيت، واغاني كتير، وشتيمه وحاجات مش كويسه، العمار بيبقوا زي الزفت، وحشين، يتسلطوا عليكي بقى وعلى عيالك. الاكل تحطيه تلاقيه ما فيهوش بركه، حتى فلوس ممكن ما تلاقيهاش موجوده، ممكن مش تلاقيها موجودة قليله تختفي تختفي، او انت حطاها في مكان تاني وناسيه وأنسى. مش لاقياها، ممكن تلاقيها فتره بعيده. حتى حاجه بتاعتك مخصصه، خاتم او حاجه، تلاقيه في مكان تاني، بيزاولوكي، يعملوا مزاوله ليكي، يخبوا الحاجه في مكان تاني، وده حقيقي بيجيني. فده بيبقى عمره مش حلوين، بتتعبي بتعي ابنك كل شويه، عمال يخس، بياكلوا مش باين على اولادك، مفيش بركه في البيت، دول احنا عمرهم وحشين مش حلوين. معانا اتصال هناخده ونرجع تاني. تمام، اتفضلي. الو الو، معانا الاتصال على الهوا يا جماعه. الو الو، ايوه
الو انا معاك. ايوه مين معايا؟ الو. السلام عليكم. عليكم السلام السلام. ورحمه الله وبركاته. علا. ايوه يا استاذه علا، مع حضرتك. انا عايزه اكلم الشيخه اللي موجوده دلوقتي. استاذه مروه، مع اتفضلي معاكي. حضرتك. اتفضلي اتفضلي، سامعينك بس يعني كلمينا من التليفون، ابعدي عن التلفزيون شويه. احنا على طول تعبانين ليه؟ ايه سامعاني؟ بقول لك احنا على طول تعبانين، على طول تعبانين. قولي لنا تعبانين ازاي يعني؟ عايزه اعرف برضو. تعبانين بمعنى ايه يا علا؟ يعني احنا تعب كلنا كتير، تعبانين وبنشتكي من جسمنا على طول. في التزام على طول عندكم، في بنشتكي صلاة من وفي جسمنا قرآن شغال؟ وعلى طول تعبانين. طب في التزام يا حاجة وفي قرآن على طول شغال وبتصلي وبيصلوا اللي معاكي في البيت؟ هي بتسمعنا من التلفزيون تقريبا. فأنا مش عارفة تعبانين اتصالات لإيه. قطع. معانا مين؟ أم حمادة. ايوه أيوه حضرتك. ايه يعني برنامج ولا ايه؟ ده بروح بطلع على الهوا. برنامج. حضرتك عندك أي استفسار؟ عايزة رقم حد بيفسر أحلام. أنا الأستاذة بفسر. مروة معانا اتفضلي بتفسر الأحلام ورقمها موجود على الشاشة، لو اتفضلي حضرتك قولي عاوزة الحلم تقولي أي بتاعك. حلم ممكن تقوليه معانا دلوقتي. لا ما ينفعش، معلش طيب اديني رقمها على حلم الشاشة تبعي. ممكن تتواصلي معاها. تمام، نرجع بقى نتكلم عن الوسواس القهري. ايه حلو. الوسواس القهري؟ في ده يعني احنا ناس كتير بتعتبره مرض نفسي. في وسواس قهري مرض يعني نفسي. هو بيتصنف في زي ما وسواس قلت لي. قهري عندنا احنا بقى اللي بنعالجه، ازاي بقى؟ ان دلوقتي انتي مع ضغوط العيشه والدنيا وازمات، ومثلا قاعد ما بيشتغلش، فانت كده انت اللي عامل في نفسك كده، انت اللي اذي نفسك بنفسك. دور على شغل واطلع اشتغل. لا خلاص بقى عنده كبت او عنده خنقه، حصلت موقف معين في الشغل فساب الشغل فتعقد من الموضوع ده، مش هشتغل تاني وخلاص. ده كده تقصدي محتاج ان ايه؟ ممكن الوحدة او الفراغ يسبب ده؟ طبعا ده كده محتاج دكتور نفسي. لما يجي بقى الوسواس بقى القهري اللي هو الروحاني اللي احنا بنعالجه، انا دلوقتي جارتي كل ما اروح عند حد ابقى مصوصه ان اشرب منها معانا اكون مين؟ اتعملت لي على سحر او اتعملت لي حاجه. ممكن مش كتير. طيب اتفضلي. هنرجع للوسواس القهري بس نروح طيب لشيماء من تمام. المنصورة. ألو. الو أيوة. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. حضرتك أني حضرتك أني بنت على طول دايما تخبط نفسها ودايما تقع في الحمام وعيالي خاسين خالص ماشي. وبصراحة أنا ما بصليش وجوزي ما بيصليش. دول بقى اللي بنتكلم عنهم اللي هم مأذيين، هي عندهم بتكمل طاقة كلامها، سلبية جامدة في بتكمل البيت. كلامها بس صوتها واطي. طيب نرجع لأم أحمد معانا. أحمد معاكي. تمام اتفضلي يا فندم. لو سمحتي أنا بحلم كتير بالتعابين، بالطريق من ساتر. المنام، وخاصة التعابين السود يعني. ده سحر، ده سحر. من غير ما تكمل ده التعابين سحر. طب كملي. باستمرار يعني. طيب ردي عليها. باستمرار وتعب في يعني علامات في جسمك نفسي. اسمها ايه؟ أم أحمد. في عندي تساقط في الشعر وفي عندي في علامات في بقع في جسمك يا أم أحمد؟ لا مفيش بقع بس شعرك بينزل؟ شعري طب في بينزل. وجع في ظهرك؟ في أسفل الظهر أحيانا، في غازات بتخاف في البطن. تمام ده سحر. وأحيانا كسل وخمول وتعب كده أريد يعني أحيانا بتضايق كده. ده بقاله قد إيه معاكي كده الموضوع دوت يا أم أحمد؟ والله تقريبا 7 سنين. ده كده سحر سبع بقاله. سنين سحر. ده طيب كده سحر. أستاذة مروة هتحاول تواصلي تفيدك على معايا. الهوا وممكن تتواصلي معاها على رقمها الموجود على الشاشة. هو طالما سحر لازم تتقري عليها رقية شرعية ونقرأ على لغاية ما السحر يتشاف مكانه فين وأثره فين ويتجاب ويبطل. انت ممكن يبقى مطفون في مكان بعيد، سحر. نقرأ الرقية الشرعية عليها عشان أي سحر ماسكه جن. طب قوليلي ايه الفرق ما بين السحر والعمل؟ هو واحد. الاتنين واحد. السحر هو واحد. هو العمل هو السحر. بيتقال بقى بلفظ سحر او بيتقال عمل، بس دلوقتي منتشر العمل والاسحار دي في الارياف اكتر حاجه. طيب دلوقتي انت رديتي عليها ان ده سحر. سحر.
تمام، هي المفروض تتواصل معايا او حابه تروح استاذه مروه، شيخ كويس يعالجها لازم. يا ريت تتواصلي مع ان استاذه كل ما مروه، بيعوج وقت السحر كل ما بتملك في الجسم. المكالمه اللي قبلها بالنسبه للتعبين وجهي لهم رساله، هم قالوا ما بيصلوش وتعبانين وزوجها ما بيصليش وما بيشتغلش. ده دي غير حلم التعبين، ده غير اللي قبلها، ما احنا راضيين على حلم التعبين. دي اللي الحلم قبلها. اللي قبلها لا، دي كده ده كتابتهم مأذي. نمسح بملح البيت، سماع رقيه الشرعيه، سوره البقره تتسمع كل يوم، يقول لك البقره تتسمع في البيت 12 يوم، ما بتجيبش مفيش اي شيطان يخش البيت، اي جن بيطير. نحط بخور، نبخر بالمسك بالعنبر، يعني البخور الحلوه دي، والحاجات دي مش غاليه رخيصه، يعني في بيتنا نقدر نعمل ده الحاجات دي كلها. لبن ذكر والحرمل، يعني سيدنا ابو بكر كان يقول لك يحب يتعطر بيته تمام بالكندر اللي هو لبن الذكر، والحرمل اللي يتبخر بيه البيت 7 ايام بيمنع عنه الحسد ويمنع عنه السحر، واي عارض في البيت او اي مس في البيت او اي حاجه موجوده في البيت تتحش على طول. طيب نرجع تاني للوسواس القهري، قولي لي الوسواس القهري. تمام، الوسواس القهري الروحاني، انت دلوقتي جواكي اتاذيتي مره وتعمل لك عمل او اتحسدتي وتعالجتي وتبقيتي كويس، فبقى عندك وسواس خلاص ان الشخصه دي او اي بيت هتخشي فيه لو شربتي هتعمل لي فيه حاجه. بصي، هو احنا جاي لنا سؤال تقريبا عن الموضوع، فبيتهيألي ان انت ممكن بيتهيألي ان ده ممكن يكون وسواس. هي بتقول لك من رسائل البيج، قالت بدون اسم، دايما عندها شكوك في كل اللي حواليها، بتشك في اي كلمه واي حرف اي حد يقوله لها، ده حتى لو حاجه عندها عاديه. وسواس قارنها باي وسواس لها خلاص، ممكن ما يبقاش عندها حاجه تبقى خفت وكويسه، بس قارنها خلاص اتخبط فلسه مش هادي، فبقى عنده خلاص ان خلاها تكره الناس كلها او تتعامل مع الناس بره كلها او تشرب عند اي حد. يعني ده وسواس، ده علاج تتعالج ايه بقى؟ قران برضو. يعني ده قران، ده هي مش بقى ممكن علاج تعالج نفسي. نفسها بيه، يعني مش شرط تجيلي او تروح لاي شيخ. سماع رقيه شرعيه 22 يوم تسمعها 22 يوم تتعطر تملي بالمسك او العنبر، المسك التزام والعنبر. في الصلاه تمام، التزام في الاوراد الصباح والمساء تمام. كل ما تلاقي نفسها هتحس ان في حاجه او وسواس بيقول لها مثلا ان فلانه كذا، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحط السماعات في ودني لمده ساعه نص ساعه، مره مع مره هتلاقي الدنيا بقت تمام، مفيش اي حاجه. طيب تمام، نعالج نفسها بنفسنا برضه. انا حابه كده. طب طبعا ربنا يجازيكي خير ان انت بتفيدي لو الناس. لو انا بعالج نفسي بنفسي مش هيحتاج لاي حد، انا طالعه عشان اقول كده. هو انا شايفه يعني ان كل كلامك ان انت بتشرحي للناس صلوا يا جماعه، اقروا قران، كل ال انا ما كنتش ملتزمه، مش هقول لك ان انا شيخه خريجه ازهر، لا انا بعد ما اتاذيت ربنا اداني القدره دي، زي ما حد عنده قدره الغناء، قدره التمثيل، قدره الانشاد، انا ربنا مديني القدره دي، والناس بتشفى كتير، يعني اكيد كلهم شايفيني وبيبقى علاجي تمام معاهم، فانا حابه اقول لهم الكلام ده، عالجوا نفسكم بنفسكم. طب ناخد معانا اتصال للدجالين. طب ناخد اتصال معانا. تمام، الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. هو انا في حلم والدتي بس كده. حلمتي حلم والدتك ولا هي اللي حلمت؟ لا هي اللي حلمت. طيب اتفضلي يا استاذه مروه معاكي. هي والدتي حلمت انه في ميه منوره كده لما تجري على السلالم. تمام، والدتك تعبانه؟ لا مش تعبانه، مريضة. طب في حالة مادية، أزمة مادية الأيام دي معاها الفترة دي؟ يعني هتجيلها إن شاء الله، ربنا هيديها خير إن شاء الله، عشان المية الجارية الكتيرة دي اللي معاها ربنا هيديها خير ورزق قريب هيجيلها. وجدي المتوفي وقع زي ما يكون في حاجة كده فيها مية، جدك اللي وقع وأخويا الصغير. يعني جدك متوفي وأخوكي ولا إيه؟ لا جدي بس المتوفي. وقع اخويا الصغير. وقع واخوك الصغير فين؟ وقع معاه وراحوا، جه اخويا الكبير طلع اخويا الصغير، وخالي طلع جدي، وجدي وشه مزنهر كده وحلو جدا جدا. مزنهر يعني مش حلو؟ يعني وشه حلو ولا مش حلو؟ هو وشه حلو جدا، حلو جدا. تمام، ده اخوك الصغير ده كان في اذى هيجيله وربنا حشو منه على طول، يعني كان يبقى في حاجه وحشه خالص وربنا رفع عنه البلاء. اخويا الصغير عنده 4 سنين، كان هيحصل له حاجه او مرض، كان في مرض او حاجه فربنا رفع عنه البلاء لما انتوا شلتوه من البير. شكرا، بشكرك للاتصال. كده انت قلت لها تعمل ايه، محتاجاها تكلمك او حاجه؟ اللي عندها الوسواس؟ لا، الاستاذه كانت بتتواصل معانا دلوقتي عن الحلم.
عادي اتواصل على الارقام بتاعتي. طيب اوكي ماشي. طيب عندنا بقى كام رساله جت لنا على البيج. تمام. جالنا من جمال مختار معانا، ام محمد من اسوان، ناخدها وبعدين نرجع للسؤال. طيب تمام. الو الو. ايوه يا ام محمد. ام اميره. ام اميره اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال الاستاذه ان جوزي كل ما ينوي على حاجه عايز يعملها حاجه تغير رايه كده. بقاله قد ايه كده؟ هو ده بيشتكي من حاجه تاني؟ طيب ايه بيشتكي من حاجه تاني؟ لا لا، اول واحده احنا نكون يعني نكون ناويين على سفر عايزين نسافره، ورحت حاجه تغير رايه كده، بحسه مش بايده. طب هو بيصلي؟ اه ده حاجه بيت ربنا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا حاجه هرد عليكي. لا هو ممكن تكون بس حاجه نفسيه، يعني هو شايف الصح ايه وبيتعمل ايه، يعني حاجه مش شرط نفسية. مش شرط يبقى كل حاجه يعني يبقى وسواس. وسواس ولا حاجه. تمام، ده اللي بتكلم فيه، مش كل حاجه في حياتنا سحر وحسد ومس. في بقى ناس فهماني. كويس انك اتكلمتي في النقطه دي. في ناس دايما يعني بتحس ان كل حاجه. طب انا احكي لك موقف. كنت انا في الصعيد، انا من اسيوط، فناس يعني معرفه جولي ست عجوزه كبيره، هي تملي جيلها صداع، فجتني فبتقول لي يا بنتي انا حد بعتني ليكي وانا بتجيلي صداع، فحد اعمل لي حاجه. قعدت وشفت طبعا الحاجه اللي ربنا مديهالي بتعرف ان ده ايه وده مش. قلت لها انت ما فيكيش حاجه. راحت زعلت مني. لا انا في حاجه، انت تحرجيني وتكسفيني، مش عايز تقرا عليا. طب انا عملت لك ايه؟ ده احنا قرايب. قلت لها والله انت. طب اقول لك حاجه، اقعدي. حطيت ايدي عليها وقرات الرقيه الشرعيه، عملت ما بقران، واديت لها الماء وشد. قلت لها الصداع راح؟ قالت لي راح. قلت لها لا الصداع ما راحش، انت عايزه تروحي لدكتور مخ واعصاب. قالت لي أيوة. رحت. طب رحت لدكتور انف واذن؟ ده ممكن يكون وسواس برضو. وسواس. قالت لي لا ما رحتش. مال اللي هنا بمال هنا؟ قلت لها لا، ما انت ممكن تكون الجيوب الانفيه مش بيوصل اكسجين للمخ، فعشان كده بيجي لك صداع، روحي اكشفي الجيوب الانفيه. قالت لي يعني انا مش فيا سحر؟ بس كل الشيخ بقى. قلت لها يا ستي انا ماليش دعوه، والله ما فيكي سحر، اكشفي زي ما قلت لك والله هتبقي كويسه. وزقتها الميه وهي الاحياء بتاعها، بل لها ان شويه الماء اللي انا عملته من القران ان هي هتخف منهم. وسواس. بس لا دي تعبانه. بصي انت كده وصلتي رساله كويسه جدا. تمام. ان ممكن الوسواس يصور لناس ان هي محسوبه ده ومعمول لها عمل. ده ممكن يتعب، ممكن يجي له حاجه اكتئاب، ان خلاص ان انا معمول لي عمل ومش هطلع، عشان لو طلعت بره هيجي لي عمل تاني او حد يعمل. فده بيبقى وسواس. فده لو لو جينا نركز ان في حاجات كتير برضه في في طب مش هنلغيه. ان احنا نتفقه يعني. واحده تجيني جوزي دلوقتي سايبنا 24 ساعه طول النهار في الشغل، ما بيجي مش طايق يبص في الشتاء. انت بتعملي ايه؟ طب ما انت ممكن تكوني بتنكدي، ممكن تكوني مقابلات تكشيره، ممكن تكوني مأهمله فيه. يعني اكتريه الشغل بتاع اللي بيجيني حاله نفسيه، واقعد اقول لها اعملي ايه وازاي وابعتي له وكلميه وتعاملي معاه ازاي، هيبقى كويس والدنيا تبقى تمام. مش شرط ان انت تعملي او يبقى معمول له اي سحر. صح بالظبط، ما ده اللي بقوله. مش كل حاجه دي مش حاجه تبقى سحر وحسد. طيب في سؤال معانا. حد رساله من جمال مختار. احنا دلوقتي بنعرض رسالتك وسمعنا. بيقول بيهرش طول الوقت، طلع له علامات في جسمه، مع العلم انه نظيف جدا، بيجي له مغص كل يوم قبل صلاه الفجر. ده سحر. ومع انه بيصلي. بيقول لك هو بيصلي. النبي عليه الصلاه والسلام اتاذى من السحر. عليه افضل الصلاه والسلام. هو يعني اشرف المرسلين. ده سحر. ده سحر، ده كده طيب. في سحر. ده سحر. يا ريت يتواصل مع استاذه مروه. بصي السحر لما تلاقي نفسك انت كويسه، في مره واحده تلاقي حاجات غريبه بتحصل لك. ممكن سحر، ممكن يكون حسد، بس طالما في بقع وهرش بالطريقه دي ده بيبقى سحر. تمام. اتواصل معايا وان شاء الله يتعالج يبقى كويس. باذن الله. طيب في رساله ثانيه. متجوزه من 8 سنين، خلفت بنت واحده، والدكاتره قالوا لي ان مفيش اي موانع للحمل، هل ده ممكن يكون اذى؟ ما احنا نشوف برضو التحاليل بتاعتها. هي بتقول لك ما في، الدكاتره قالت ان مفيش اي موانع للحمل، لا منها ولا حملت من زوجها. خالص ولا ما حملتش؟ حملت، خلفت بنت من 8 سنين وما حملتش اي مره. لا. طيب ده ممكن بقى ما اعرف الاسم بتاعها، اسمها واسم والدتها، اعرف ده ايه بالظبط. تمام. هل ده تاخير لوحدي او ده؟ قالت بدون ذكر اسمها. لان ممكن تبقى في تبعيه مش عايزاها تخلف، بتبقى رابطه الرحم، بتخلف واحده كل شويه تحمل وتسقط. مين؟ واحده. واحده يعني عامله لها حاجه تقصد؟ فممكن تكون معموله حاجه، يا اما كل واحديه تبيعه قارنها مش عايزه تخلف تبعتها.
يعني ممكن يكون كده. في طبيعه ممكن تضرب تبقى حامل مثلا لسه بقالها شهر وتلاقيها على طول الحمل نزل، بيبقى هي الطبيعه بقى الرساله بره ورقمها بره، احنا تمام بعد ما خلاص تواصل معايا. طيب في بقى رساله جايه من مريم مراد، دايما ما فيش عندي طاقه اعمل اي حاجه، يومي كله كسل ونوم، بتاوب كتير ما بقدرش ابذل اي مجهود. دي محسوده، ممكن تكون هي كانت كويسه ونشيطه وشاطره في شغلها او دراستها. هي بتدرس ولا بتشتغل؟ هي مش ذاكره اي حاجه. طيب فده يعني لما نشوف اسمها برضو، اسم امها لازم يتكشف الاسم واسم الام، لان ده اللي بيتربط بالنجوم. طيب احنا بقى عاوزين دلوقتي، عاوزين نعرف معانا وقت قد ايه يا جماعه، عاوزين نقول للناس ازاي يعملوا رؤيه شرعيه لاولادهم في البيت والكبار كمان. يا ريت يا جماعه لو ممكن طفل من الاطفال يدخل لنا الحلقه، يا ريت بعد اذنكم لو متاح يعني. واحنا مش شرط الاطفال نعمل، ما انا بقول لكل الناس، بس في ناس يعني بتقول لك مثلا ابني دايما تعبان، ابني محسود، زي ما انت ذكرتي ان ممكن يكون حد شاطر جدا وطفل وبعدين في دراسته يفشل او يقع فيكون ده بيتنزر. فده بالعلاج وبالرؤيه الشرعيه. تمام. بيتحسد. طيب وانت عارفه لو هي بقى عارفه الشخص المعاني الحسد بيبقى حاجه كويسه، تاخديه بقى منه لو ينفع تقولي، او ما ينفعش شويه ميه بقيت ما هو شرب عندك شويه الميه وتحطيه على ميه مقروء على ركه وتغسلي بيه الولد يستحمى بيه، بس بره الحمام مش في الحمام، في طبق كده ويستحمى بيه، بيتحش منه العين على طول. حتى لو انت برضو بتتحسدي وحصل لك كده وعرفتي الشخصه المعينه، حاولي تقولي في صدرك على طول كل عز برب الفلك وانت قدامها، يعني من غير ما تحسي. طيب احنا هنقول الاطفال مش هتلحق تدخل، فلو ممكن بقى احنا نقول طيب الناس. هنبقى متوضيين الاول ونمسك الولد جنبينا او البنت ونحط ايدنا على راسنا بايدينا اليمين، ايدي على راسه بايدي اليمين، وابقى متوضيه، لازم ابقى طاهره على صلاه، يعني ما اكونش مثلا عندي اي عذر واروح حاطه ايدي كده واقرا عليه فتحه الكتاب 7 مرات، المعوذات 7 مرات، آية الكرسي، وانفخ كده زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على الطريقه دي، وملس على شعره، واعمل كوبايه ميه ازقيه، او اعمل ازازه ميه كبيره للبيت كله الاولاد يشربوا منه نفس الايات المعينه اللي انا بقولها دلوقتي. بس كده؟ دي الرقيه الشرعيه للاطفال او ليكي انت عامه. بتطلع لو اي حسد بتتاوب بقى على طول، تكرر الموضوع دوت كل يوم 7 ايام. طيب في النهاية احنا معانا دقيقتين، عاوزاكي بقى تدي كده رسالة للناس، تدي الناس عايزة. هقول أهم حاجة يبقى عندنا إيمان، إيماننا يبقى قوي، ما نشكش في أي حاجة، الدنيا لسه فيها خير، مش أي حاجة هتبقى حد عاملنا عمل. ونقول إيه يعني، لا يفلح الساحر حيث أتى، يعني الساحر حتى مهما بيعمل ربنا هيبطل اللي بيعمله على طول. حتى لو إنما صنعوا كيد ساحر لا يفلح الساحر حيث أتى، إن ربنا هيجي له وقت والسحر ده، لان في ناس بتتدمر والله، في ناس بنشوفها بتموت بسبب السحر، بيبقى مدفون، في بيعملوا على النجوم، في بيعملوا في المقابر ويتدفن. اللي بيروح يقول لفلان اعمل لي سحر، إيه؟ اللي بيعمل سحر يعني، انت دلوقتي وديتي حد يعمل سحر، انت ليكي ذنب، واللي عمل السحر ذنب، ده غير السحر بقى. لان السحر لا ليه دنيا ولا اخره، ربنا بيقبل التوبه من اي حد الا الشارك اللي هو كاتب السحر. بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم يقولوا هذا من عند الله. يعني انت بتعملي سحر تقول ده محبه عشان جوزي يحبني. يا ستي لا، ادعي وصلي واستغفري واركعي، لكن ما تلجئيش للسحر. دي طبعا رساله كويسه جدا، وانا بجد سعيده جدا ان انت كنت منورانا النهارده، وسعيده بالحوار معاكي. وطبعا الرساله اللي وصلتيها للناس ان هم يصلوا ويقربوا ربنا، دي يعني احسن حاجه النهارده احنا قلناها، واحسن حاجه قدمناها للناس. طبعا جه عن طريق المكالمات ان الناس عرفت ان ممكن قله الصلاه تاثر في حاجات كتير، زي اللي قالت ان زوجها ما بيشتغلش وحياتهم واقفه وما بيصلوش. فبشكرك جدا، بشكرك جدا جدا، قدمت لنا النهارده عايزه، وانا استفدت منك كتير، وان شاء الله نشوفك في حلقات جايه كتير. ان شاء الله باذن الله. ليكي يا استاذه مروه، وانتظرونا بعد الفاصل في فقره سوبر كيدز.